بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في شرح سلسلة تمارين في الكهرباء الجديد على المشترك العلمي والتكنولوجي. وللتذكير فهذه السلسلة تم تحميلها من الانترنت وإعادة كتابتها وصياغتها بشكل جديد. التمرين الأول نعتبر الدارة الكهربائية التالية، بحيث E3 تساوي 1 فولت، E2 4 فولت، EBN تساوي 6 فولت. نعود لرؤية هذه التبيانة كما تلاحظون. إذا عندنا مولد، إذا المولد منح التيار الكهربائي يصل إلى هنا، جزء منه يمر عبر E2 وهنا E1. إذا هنا توجد عقدة، هنا أيضا توجد عقدة. ثم هذه التوترات، إذا التوتر E1، توتر EBN، توتر E3، E4. ونلاحظ بأن R3 و R4 على التوالي، وهما معا على التوازي مع R2. ثم أن R1 مهم على هذا الشكل. إذا هذه دارة كهربائية. E3 فين هي؟ E3 هي هذه. إذا شحال عندنا؟ U3 توتر 1 فولت، U2 هي 4 فولت. إذا من هنا حتى لهنا 4 فولت، من هذه النقطة حتى لهذه. إذا من هنا كنسجلوا عدة أشياء. إذا السؤال الأول، أحسب U1 و U4. إذا فين هي U1؟ هي هذه. فين هي E4؟ E4 هي هذه اللي كاينه هنا، مع العلم أننا كنعرفو E3 وكنعرفو E2، ومنساوش بأن من هنا حتى لهنا هي E2، وأن التوتر E3 معروف، التوتر E2 معروف. إذا يمكن استنتاج E4. إذا الآن نقوم بكتابة الحل. إذا التمرين الأول، السؤال الأول، إذا أحسب U1 و E4. نعم، إذا E1 و E4. إذا أولا تصحيح، إذا نكتب التمرين الأول، السؤال الأول. إذا لدينا E1 تساوي EBN زائد E1. فين هو هذا الشيء؟ هو هذا، أن هذا وهذا على التوازي، وبالتالي التوتر اللي كاين من هذه النقطة حتى لهذه النقطة كيساوي التوتر اللي كاين من هذه النقطة حتى لهذه النقطة، ومن هنا حتى لهنا هو التوتر U2، وهذا كيساوي التوتر BN. وهذا نحاول نوسع شوية هذا، إذا BN زائد U1، وهذا U2 معروف شحال، وبقى لنا نحسبه. نعم، إذا السؤال هو أحسب U1 و U4، هذا من جهة، ولدينا كذلك أن U2 تساوي E3 زائد U4، لأن هذه النقطة حتى لهذه النقطة كاين واحد التوتر اللي هو نفس التوتر اللي كاين من هذه النقط. إذا يمكن تتمة الجواب، ومنه فإن E1 تساوي U2 ناقص BN تساوي ناقص 2 فولت. لدينا كذلك E2 تساوي E3 زائد E4، ومنه فإن E4 تساوي E2 ناقص E3 تساوي 3 فولت. إذا أصبحنا الآن نتوفر عن كل التوترات اللازمة والمطلوبة. سؤال 2، أحسب U3 علما أن R3 تساوي 100 أوم. إذا U3 كاينة هنا، وعندنا R3 تساوي 100 أوم، وعندنا U3 تساوي 1 فولت. إذا قانون أوم، إذا يمكن ندوز القانون أوم. إذا لدينا E3 تساوي U3 على R3، وهذه كتعطينا 1.8 ملي أمبير.
نمشيو للسؤال الثالث، احسب اي اثنان علما ان ار اثنان تساوي 200 اوم. اذا فين هي اي اثنان؟ هو هذا. اذا قارن اوم شو يقول لنا؟ ان او اثنان تساوي ار اثنان في اي اثنان، ولدينا الجواب. اذا لدينا او اثنان تساوي او اثنان على ار اثنان تساوي 0.02 امبير، لان او اثنان هي شحال كتساوي؟ احنا حسبناها هي هذه، اولا عندنا في المعطيات هي 4 ونقسمها على 200، سنحصل على هذا الجواب. نعم. السؤال الرابع، عفوا السؤال الرابع، اذا استنتج قيمة كل من اي واحد و ار واحد و ار اربعة. اذا رابعا لدينا حسب قانون العقد اي واحد تساوي اثنان زائد اي ثلاثة. نعم، قانون العقد هنايا التيارات الداخلة تساوي مجموع التيارات الخارجة، والداخلة هي اي واحد والخارجة هي اي اثنان و اي ثلاثة، وبالتالي 30 ملي امبير. بالنسبة لار واحد لدينا، اذا لدينا ار واحد عندنا في هاد الجهة هادي، او واحد هي حسبناها هي قيمة موجبة سالبة عفوا ناقص اثنان او، وبالتالي يمكن ان ار واحد تساوي او واحد على اي واحد تساوي 67 اوم. طبيعة الحال يجب ار واحد ان تكون دائما موجبة لانها مقاومة قيمة، وبالتالي لا يمكن ان تكون سالبة، هذا من جهة. ثم بالتعويض، اذا نتابع، لدينا ار اربعة تساوي او اربعة على اي ثلاثة تساوي، علاش درنا اي ثلاثة هنا؟ لان اي ثلاثة هو اي اربعة، نفس التيار يمر في ثنائية في الموصلين الاميين لانهم على التوالي، وبالتالي ما خصناش نديرو لنا اي اربعة. اولا ما هي اي اربعة، ولكن اي اربعة هي اي ثلاثة بحال نفس الشيء. نعم. خامسا استنتج قيمة كل من اي واحد و ار واحد و ار اربعة، هذه بالنسبة للرابعة. خامسا اعطي قيمة المقاومة ار 34 المكافئة للمقاومتين ار ثلاثة و ار اربعة. فين ار ثلاثة و ار اربعة؟ فهما على التوالي، وبالتالي فإن المقاومة المكافئة هي المجموع، هذا من جهة. إذا بما أن R3 و R4 مركبتين على التوالي، فإن R تساوي المجموع 200 400، 300 زائد 100. نمشيو للسؤال السادس، استنتج قيمة المقاومة R بريم المكافئة للمقاومتين R34 و R2. إذا هنا غتولي عندنا مقاومة أخرى، إذا تبقى عندنا R34 و R2 وغيوليو بجوج على التوازي، ولا كانوا بجوج على التوازي فكنطبقوا قاعدة. إذا بما أن R34 و R2 مركبتين على التوازي، فإن واحد على R بريم كتساوي واحد على R2 زائد واحد على R34. إذا هذا كيعطي بأن R بريم تساوي R2 في R34 على R2 زائد 34، وبالتالي غيعطينا واحد، إذا 133 أوم. وغنمشيو للتمرين رقم 2، نمشيو للتمرين رقم 2، نخلي لكم فرصة باش تقراو التمرين، وفي نفس الوقت اللي ما قراش راه يمكن يحمل يمكن تحميل هذه السلسلة بالحلول ديالها. حنا فقط نعطي طريقة الإجابة أو لتسهيل للتبسيط الجواب فقط. إذا نعتبر الدارة الكهربائية التالية بحيث يبقى قاطع التيار مفتوحا، نعطي اي 3 تساوي 0.2 امبير و اي 5 تساوي 0.4 امبير. فين هي اي 3؟ ها هي. فين هي اي 5؟ ها هي. السؤال الاول، احسب اي 7 و اي 8، والدارة الكهربائية هي هذه، وهنا القاطع التيار مفتوح، يعني هنا ما كاين والو، هنا لا مرور للتيار هنا، وبالتالي اي 7 تساوي 0 و اي 8 تساوي 0. هذه ملاحظة، وبالتالي يمكن نحيدوا هذه الجهة هذه كلها. نعم، اذا نبقى لنا احسب اي 2. فين هو اي 2؟ هو هذا، مع العلم ان اي 2 كيساوي هاد اي 3 وهاد اي 4 هي اي 5، يعني ان اي 2 كيساوي اي 3 زائد اي 5،
بنت، إذا هذه إي ثلاثة وهذه إي خمسة، وهذا وهذا راه نفس الشيء لأن معهما على التوالي. نعم، إذن وبالتالي أحسب إي اثنان، إذن إي اثنان كتساوي إي ثلاثة زائد إي خمسة تساوي صفر اثنان زائد صفر أربعة. إذا هذه جاوبنا عليها غير شفويا قبل الإنتقال إلى الجواب. سؤال أحسب إي ستة، وإي ستة هو إي اثنان، لأن علاش؟ لأن هنا عندنا واش عندنا هذه عقدة، وبالتالي إي ثلاثة زائد إي خمسة تساوي إي ستة، وبالتالي نفس الشيء. وأحسب إي واحد، فين هي إي واحد؟ إذا إي واحد هو إي المعرفة، علما أن هذا مقطوع، وبالتالي إي واحد هو إي اثنان هو إي ستة. سالينا الجواب. إذا يمكن الإنتقال فقط لإعطاء كيفية الكتابة والترتيب. إذا نبدأ بالسؤال الأول. إذا نبدأ بالسؤال الأول، إذا أحسب إي سبعة وإي ثمانية. إذا بما أن قاطع التيار مفتوح فإن إي سبعة تساوي ثمانية تساوي صفر. أحسب إي اثنان، إذا إي أربعة تساوي إي خمسة تساوي صفر أربعة أمبير، وبالتالي فإن إي اثنان تساوي إي ثلاثة زائد أربعة تساوي صفر ستة. لدينا بالنسبة لثالثا، ثالثا أحسب إي ستة، إي اثنان تساوي إي ستة تساوي إي واحد إي ستة. رابعا أحسب إي واحد، إذا رابعا إي واحد تساوي إي اثنان تساوي صفر ستة. ونمشيو للتمرين الموالي. نعم، شو التمرين الموالي؟ هو تمرين رقم ثلاثة. نعتبر الدارة الكهربائية التالية بحيث يشير الأمبريمتر إلى القيمة 0.3 أمبير، وجميع المصابيح مماثلة. إذا كانت مماثلة فيطبق عليها نفس القانون الفيزيائي، وبالتالي إذا كانت على التوازي فهي يمر بها نفس التيار الكهربائي وتقطعها نفس أو بين مربطها نفس التوتر الكهربائي نفس القيمة، وبالتالي هذو كل المدلكين هنا على التوازي عندهم نفس بين مربطهم نفس التوتر وكيمر فيهم نفس التيار، وكذلك هنا نفس الشيء. إذا غيبقى لنا الجهاز الأمبريمتر، الأمبريمتر يشير إلى 0.3. إذا 0.3 نقسموها على 3 هنايا ونقسموها على 2 هنا، وتبقى عندنا إي ثلاثة اللي كاينة هنا راه هي إي ستة. إذا هاد 0.3 راه إي ستة شدة التيار مرة في إل، إل ستة هي 0.3. إذا أحسب شدة التيار المار في كل مصباح، هل ستضيع هذه المصابيح بنفس الكيفية؟ علي جوابك. هنا يبقى الأمر يتعلق بالتوتر بين مربطيها. نعم، إذا نخليو التمرين رقم ثلاثة، نبقاو في التمرين رقم ثلاثة وننتقلوا للجواب. إذا الجواب ديال التمرين رقم ثلاثة، نعم، إذا لدينا تمرين ثلاثة. السؤال الأول، لدينا إي واحد تساوي إي اثنان تساوي نعم. إذا هنا يمر إي، هاد إي اللي كاينة هنا راه هي هاد اللي كاينة هنا، وإي واحد كيساوي إي اثنان، إي واحد ديال هادي يساوي إي واحد ديال هادي نفس التيار الكهربائي. إذا إي واحد تساوي إي اثنان تساوي إي على إي اثنان تساوي صفر فاصلة، إذا صفر فاصلة 15. علاش؟ لان 0.3 مقسوم على 2. اما هنا غادي ناخذو على 3. نعم، اذا اي 4 شكون اللي كيساوي هذه هي اي، اذا اي 3 اللي مر هنا كيساوي اي 4 كيساوي اي 5 كيساوي 0.1. هل ستضيء هذه المصابيح بنفس الكيفيه؟ علي جوابك. إذا إي ستة بعدا إلي مارف هذه راه هي إي ثلاثة، هي 0.3، وبالتالي إثنان لا تضيء المصابيح كلها بنفس الكيفية، غير أن إل واحد وإل إثنان يضيئان بنفس الكيفية، والمصابيح تاني إي ثلاثة وإل أربعة، ثلاثة وإل أربعة توضيع بنفس الكيفية. نعم، الآن نمشيو للتمرين رقم أربعة. التمرين رقم أربعة كيقول حدد
حدد قيم التوترات المتبقية. يعني عندنا بعض التوترات، مثلا ناخذ الدارة الكهربائية، حاولوا نشوفوها مزيان. إذا عندنا هذه، عندنا هذو بجوج على التوازي، وعندنا هذه على التوالي معاهم هما بجوج. وعندنا التوتر U كيساوي 12 فولت، وهنا كيساوي 4 فولت. إذا هذه وهذه على التوازي حتى هنا غتكون 4 فولت. واخ إذا هنا كاين 4 فولت، وشحال غيبقى عندنا هنا؟ بما أن عندنا هنا 12، إذا هنا غادي يبقى 8 فولت. صافي انتهينا من هنا. ندوزو هنايا، إذا هنا عندنا 12، وعندنا هادي على التوازي مع هاد المجموعة، على التوالي مع هاد المجموعة ومع هادي. هذا كيعني بأن بعدا هادي فيها 4، نعم، وهادي فيها 4، وهادي فيها 3. إذا بين مربطة هي 3، هادي بين مربطة هي 4. إذا عندنا 12، إذا 12 نقصو منها 3 وربعة، هي بحال نقصنا منها 7، غتبقى 5. نعم، بما أن غتبقى 5، إذا شحال غيكون عندنا هنا؟ إذا غتبقى عندنا 5 فولت، 5 فولت 4 داتا هذه، وهذه التوتر اللي كاين هنا مع التوتر اللي كاين هنا كيساوي التوتر اللي كاين هنا. إذا هنايا كاينة 5، فهذه كاينة 5، وبالتالي 4، إذا هذه غتكون عندها 1، 1 فولت. نمشيو هنايا، U كتساوي 6 فولت. وهنا عندنا 4، إذا هنا بقى التوتر بين مربطي ال 2 هي 2 فولت. نشوفوا الطريقة، طريقة الجواب. إذا سنجمع كل هذه الأجوبة في الشكل التالي. إذا هذا عندنا في هذا الشكل، يمكن نوضحه أكثر. إذا قلنا إي 4، هنا إي 8، إذا هنا 4 و 4، نعم، إذا هذه 4 هي هذه. هنا قلنا 5، U 5، وهذه U كتساوي 1 لأن هنا 4، 4 و 1 هي 5 كتساوي 5، وهنا U كتساوي 2 لأن هنا 4، والمجموع كيساوي 6. إذا هذا فيما يخص السؤال أو التمرين رقم 4. الآن نمشيو للتمرين رقم 5. التمرين رقم 5 يقول ما يلي: أولا، نركب على التوالي عمودا ومصباحا وموصلان أوميا. حد، أو إذا هذه الدارة الكهربائية، مولد بين مربطي فولت متر، ثم مركبين أو مركبين على التوازي وهما موصل أومي ومصباح. وعندنا أجهزة فولت متر في 2 وفي 3. إذا شنو الدور ديال في 3؟ فهو جهاز فولت متر لقياس التوتر بين مربطي الموصل الأومي هذا. وشنو الدور ديال في 2؟ وهو قياس التوتر بين مربطي المصباح هذا قاطع التيار، وهذا مولد، وهذا في 1 أو فولت متر 1، الذي دوره هنا هو قياس التوتر بين مربطي المولد. نعم، حدد في التبيان جانب المربطين في وكوم الخاصين بكل فولت متر. إذا نعلم بأن فولت متر، خاصة فولت متر الرقمي، يحتاج إلى أو له مربطين، يسمى المربط الأول يسمى في، ومربط الثاني يسمى كوم. ولتذكير فكوم تعني كوم، كتعني مشترك، مشترك مع باقي الأجهزة. إذا مع الأمبريمتر، لا استعملنا هذا الجهاز ملتيمتر أو متعدد القياس، استعملنا أمبريمتر. في هذه الحالة بلاصة أ غنختار، بلاصة في غنختار أ، أما كوم فهي نفسها. وكوم غالبا تعطيها القطب السالب الخاصين بكل فولت متر. إذا سأحدد في التبيان جانب المربطين في وكوم الخاصين بكل. إذا نمشيو نديرو الجواب. إذا نخليو هاد الشكل ونحطو قدامنا على الشكل هذا، ثم نمر إلى الجواب. إذا التمرين رقم 5 الشكل هو هذا، والسؤال احتفظ فقط غير بالسؤال. إذا حدد في التبيان جانبه المربطين في وكوم. إذا بطبيعة الحال عندنا هنا موجب وعندنا هنا سالب. إذا سالب كوم، وهذا هو الكوم، وهذا الجهة هي الكوم، وهذا ربطه مع في. إذا كنلاحظوا بأن كوم كنربطه دائما مع
القطب أو من جهة القطب السالب. سؤال رقم 2 يقول: يشير الفولت متر في واحد إلى القيمة 4.5 في واحد 4.5، هذا كيعني بأن توتر العمود في هذه الحالة 4.5، بينما يشير الفولت متر في 2 إلى القيمة 2 فولت. ما هي القيمة التي يشير إليها الفولت متر في 3؟ مع العلم أن هذا وضع على التوالي، وهما معا على التوازي مع العمود، وبالتالي التوتر بين مربطي العمود كينقسم إليهما معا، ماشي بنفس القيمة ولكن جزء منه بين مربطي المصباح وجزء آخر بين مربطي الموصل الأمي، وبالتالي غيولي أن التوتر اللي كاين في هذا الموصل زائد التوتر بين مربطي المصباح يساوي التوتر على مستوى العمود. إذا نمشي للجواب. إذا يشير الفولت متر في 3 إلى القيمة 2.5 فولت، لماذا؟ لأن الآخر دا 2 والمجموع 2.4، وبالتالي هذا هو الجواب. 3 السؤال رقم 3: نفتح الآن قاطع التيار. نعم، قاطع التيار نفتحه، ما هما قيمتين التي يشير إليهما في 1 وفي 2؟ بما أن قاطع التيار مفتوح فإن الفولتمترين في 1 و 2 يشيران إلى القيمة 0، لأنه لا يمر تيار كهربائي في المصباح والموصل الأمي. ونمشيو للتمرين رقم 6. التمرين رقم 6 يقول: نضبط الكسح لراس التذبذب على الحساسية 0.5 ميلي سكوند بار ديفيزيون، يعني كل تدريجة فيها 0.5 ميلي سكوند، ونضبط الحساسية الرأسية على القيمة 2 فولت بار ديفيزيون، دونك 2 فولت بار ديفيزيون. إذا احنا بحال درنا سلم، الآن بحال درنا واحد السلم. إذا السؤال كيقول: إذا حدد الدور تي والتوتر القصوي U ماكس للتوتر المعاين على شاشة راس التذبذب. إذا هذا السؤال دائما يتكرر، والدور تي ما هو؟ أعطيو التعريف ديال الدور تي. إذا الدور وهو قيمة أو مدة زمنية يستغرقها التوتر لاسترجاع نفس القيمة في نفس المنحة، وهي أصغر مدة زمنية. إذا ناخذ نقطة معينة، بحال مثلا خدينا هذه النقطة وغنمشيو في هذا الاتجاه مثلا. إذا كنا هنا كانت عندنا هذه القيمة، وغنبقاو نمشيو نمشيو، ملي وصلنا هنا وصلنا للصفر وهبطنا قلب من الصفر وطلعنا وصلنا للصفر وطلعنا حتى الجبل حتى الأعلى قمة، إذا وصلنا لنفس القيمة اللي كانت عندنا. إلا كانت عندنا هنا 5 فولت راه وصلنا لهذي تاهي 5 فولت، راه قدها في نفس الخط إلى غير ذلك. ودابا ملي غنرجعو راه حنا بحال بدينا نهبطو. إذا إمتى استرجعنا نفس القيمة؟ إذا استرجعناها ملي مشينا هاد المدة الزمنية كلها حتى لهنا. هاد المدة الزمنية شحال القيمة ديالها؟ هي هادي. هاد المدة الزمنية شحال التوتر ديالها؟ تساوي صفر. هادي هاد المدة الزمنية ولا هاد اللحظة ناقص، وهاد اللحظة هاد القيمة، وهاد اللحظة صفر. إذا هادي عندها صفر، وهادي عندها صفر، وهادي عندها صفر. وفين هو الدور؟ إذا هو عندما يسترجع التوتر نفس القيمة في نفس المنحة. دابا حنا هنا خدينا صفر وكي حنا هابطين لتحت، وصلنا هنا خدينا صفر ولكن غادي طالع الفوق. إذا وهذه خدينا القيمة ديال التوتر صفر ولكن حنا هابطين لتحت، وبالتالي غادي يكون عندنا من هنا حتى لهنا هذا هو الدور. مزيان. إذا شحال من تدريجة كاين عندنا من هنا حتى لهنا؟ إذا عندنا بعدا 1 2 3 4، وبقات هاد شوية وهاد شوية كيكملوا 5. إذا عندنا 5 تدريجات، وكل تدريجة شحال القيمة ديالها؟ كل تدريجة القيمة ديالها 0.5 ملي سكوند. إذا كيبان لي الجواب اتضح الآن. إذا ناخذو المسافة الزمنية بحال هاد النقطة هادي، من هادي حتى لهادي. إذا هذا هو الدور من هنا حتى لهنا. علاش؟ لأن هاد النقطة تشبه هذه النقطة. إذا ها تدريجة 1 2 3 4 5، اي ماكس هي نفس القيمة، ها اي ماكس هي أكبر قيمة. إذا حتى لهنا شحال من تدريجة عندنا؟ 1 2 3، وشحال قيمة كل تدريجة؟ هي هادي. إذا 2 فولت باغ ديفيزيون. نعم، إذا نتابع صحيح. إذا نخليو السؤال قدامنا باش نعرفو شنو كنديرو.
إذا السؤال الأول، حدد الدور التالي. إذا الدور التالي تي تساوي الحساسية في عدد تدريجات، والحساسية هي 0.5 ملي سكوند، وعدد التدريجات قلنا هي 5، يعني 0.5 في 5 تساوي 2.5 ملي سكوند. هذا هو الدور التالي. و U ماكس التوتر الأقصى أو القيمة القصوى للتوتر، هو الحساسية الرأسية في عدد تدريجات Y. كم عدد تدريجات؟ واحد، جوج، ثلاثة. إذا نعم، شيء جميل جدا، هو 3 في 2. إذا 2 فولت بار ديفيزيون، وعندنا 3 ديفيزيون، دونك 2 فوا 3 سي ديجا 6، دونك 6 فولت. ثانيا استنتج تردد ان لهذا التوتر. كاين اللي كيسميه اف، كاين اللي كيسميه ان، المهم ان سميتو تردد. وما هو التردد؟ كتعريف التردد وهو عدد الادوار في الثانيه. اذا شحال عندنا من دور في الثانيه؟ انت دابا عندك تداك في الصفر هنايا، ملي غتوصل هنا شحال؟ اذا هنايا شحال هي 0.5 ملي سكوند، هنا 0.10 ملي سكوند، هنا وهنا وهنا، حتى نوصلوا هنا غنلقاو 1 سكوند. اذا من هنا حتى لهنا شحال من دور؟ ها واحد، ها جوج، ها ثلاثه، الى غير ذلك، حتى نلقاو العدد. اذا هذاك هو دور. ثم نعرفه كذلك بطريقه اخرى وهو المقلوب. نعم، اذا عندنا لدينا ان تساوي 1 على تي تساوي 400 هرتز. إذا فقط عملية حسابية تي تساوي 2.5 ملي سكوند، نحولها للسكوند. إذا يجب الانتباه بالتحويل إلى السكوند. السؤال الثالث، أحسب قيمة التوتر الفعال. مع العلم أن التوتر الفعال كيفاش كنحسبوه؟ هو إي ماكس على جذر مربع 2. وكاين طريقة أخرى جريبيا، كيف نقيس التوتر الفعال جريبيا؟ جريبيا نستعمل الفولت ميتر نيشان. إذا الفولت ميتر نربطه بمولد تيار متناوب جيبي، ثم على التوازي، ثم نقيس مباشرة القيمة التي أعطانا الفولت ميتر هي القيمة الفعالة. إذا لدينا إي فيكاس تساوي إي ماكس مقسومة على جذر مربع 2 تساوي 4.24 فولت. ونمر إلى التمرين رقم 7. التمرين رقم 7، المختلف هنا هو ان اعطانا هنا، خلانا حنا نعرفوا المعطيات. حنا ناخذ المعطيات مباشره من رسم التذبذب. اذا شنو المعطيات؟ وهو هذا، هذا الزر وهذا الزر كيعطيونا الكسح، وكيعطيونا الحساسيه الافقيه والراسيه. اذا فقط باش نشوفوا هنايا اكثر، هو ان عندنا هنايا عندنا هذه النقطة هي 0.2 ملي سكوند، إذا بار ديفيزيون. أما هنا عندنا 5، هي 5 فولت بار ديفيزيون، ولا 5 ملي فولت بار ديفيزيون. إذا أولا إحنا في خدامين، إذا ما نساوش بأن عندنا هنايا 0.2، وهنا عندنا ميكرو سكوند، وهنا عندنا حنا خدامين في هذا المجال. حتى هنايا حنا خدامين في نفس المجال، خدام في هذا المجال شحال من فولت. اما تحت هنا خدام ميلي فولت. على كل ناخذ الجواب. اذا التمرين رقم 7، التمرين رقم 7 هذا رقم 1. اذا تي تساوي الكسح او الحساسيه الافقيه في عدد التدريجات. عدد التدريجات شحال؟ إذا عندنا من نقطتين متشابهتين، هذه وهذه، من هنا حتى لهنا، هذا هو الدور. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. إذا ستة في قيمة كل هي 0.2، وهذا هو الجواب. 2 في 6 تساوي 1.2 ملي سكوند. نمشيو للقيمة القصوى، شحال عندنا؟ شحال من تدريجة عندنا؟ مزيان، واحد، جوج، نعم. إذا عندنا إذا هي 5 في 2 تساوي 10. علاش خدينا 5 هنا؟ لأن قلنا هذا هو، هذه هي الحساسية الرأسية، 5 فولت بار ديفيزيون. نمشيو للسؤال الثاني، استنتج التردد. إذا بنفس الطريقة، لدينا التردد واحد مقلوب بالدور، إذا كيساوي هذه القيمة. ثم تنسيون افيكاس، إذا إي ماكس على جذر مربع 2 تساوي 7.07. ونمشيو
نمشيو هناك تمرين رقم 8. إذا ليس لدينا تمرين، وبالتالي نشكركم على تتبع تصحيح هذه السلسلة، وما ننسوش بأن غلقوا السلسلة للتحميل الرابط في الأسفل في التعليق، وشكرا لكم.